كان التيب يكون فيه تفتح التيب وتلاقي الارت ورك وتلاقي كلمات الاغاني احيانا مكتوبه في الـ في الـ في البروشور. هذا كان احساس جدا رهيب. نسينا هذا الاحساس مع خلاص طن. Tomorrow is National Record Store Day. Vinyl making a comeback, apparently. Sales of vinyl records are up more than 27% compared with this time last year. Artists are starting to release albums on old-fashioned vinyl records. احنا وصلنا من مرحلة ان الاسطوانات كانت بتتباع بارقام صغيرة جدا وبتبقى موجودة على الرف لشهور وسنين ساعات، ان هي ما بتقعدش يومين على بعض. هلا التجار او اللي عنده اسطوانات فيروز ما عم بيطلب اقل من $50 على الاسطوان. هم بيبصوا لي ان انا مجنون. Records will outlast all of us. Even when I'm gone they're going to be here. I guarantee you that records are not going anywhere. That's a fact. المحل من ال 64 بتشرين الأول 1964 المرحوم الوالد خدشيك مرديريان فتح المحل بال 64 كان عمره 20 سنة. بتعرفي أجواء الستينات بيروت راس بيروت، عندك الجامعات عندك المدارس عندك كان هالخليط ومحل موسيقى وبي كان شباب فبقي على هالنمط للسبعينات. اشتغلت بالمحل بعد المدرسة، كنت طلع البيت اتغدى خلص دروسي وانزل ساعد بي بالمحل وبقينا على هالنمط. وبس تخرجت استلمت وهذا كان بال 95. وهالفترة أكيد كان صعود الإنترنت. You can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. Oh, that's that right. Little mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. يعني ملخص مفيد. العالم شو كانت عم تحضر وكيف كانت عم تحضر تغيرت جذريا. هيدا أي تراك بيقولوا له أو كارترج كانوا عاملين للسيارات. شايف هالفورمان قبل؟ من أواخر التسعينات كنت دور موسيقى عامل دي جي بحانات كلابس وبار. أكيد بلش هذا الشيء بالسيديات، السيديات وقتها كانوا رائجين. It's dust proof, scratch proof, digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact disc. دي جيينج على اللابتوب شيء كثير بزهق. أنا كان باقي عندي شيء 600-700 أسطوانة من السبعينات من قبل ما نقلب على الفيديو. صرت تكتك فيهم هدول. لاحظت مع الوقت انه لا بدي موسيقى بعد تقدر كمل بشغلي دي جي. فاشتريت اول مجموعة تبعيتي بال 2011 1600-1700 اسطوانة، غربلتهم زبطتهم وقلنا للعالم عنا اسطوانات. وقال لي الكريم خود فتح علي عالم واجتني فكرة انه طيب ليه ما برجع هيدا الشيء وشوف شو بيصير. بصي حكايه يعني حكايه الرجوع الفاينل او الكاسيت تاني دي كانت حاجه اكسبكتد لان هي زي دوره، يعني انا بسميها دوره ان هي كل ميديا بتاخد وقت
بتطلع وبيطلع مطرحها ميديا جديده. يعني ات واز اكسبكتد ان هو الفاينل ترجع تاني او شريط الكاسيت يرجع تاني نتيجه التطور ان الناس بتزهق من الحاجه اللي هي مش ملموسه. اللي ابتدى الموضوع ده فعليا كان والدتي الله يرحمها. الدلع بتاعها كان اسمه شاري، عشان كده سمينا المحل على اسمها. هي كانت مش بس عندها شغف كبير قوي بالمزيكا، هي كانت بتدرسه في الجامعه، وكان عندها حب الاقتناء ده غير عادي. يعني كانت بتجمع كل حاجه ما بتعرفش ترمي حاجه كمعظم الامهات المصريه. يعني هي ابتدت المحل في حته تانية صغير شويه، ولظروف معينه اضطرت ان هي تدور على مكان اكبر تتوسع فيه شويه. وبالصدفة أنا كنت لسه راجع من الإمارات، كنت قاعد هناك 4 سنين. قررنا أنا وهي إن إحنا نفتح المحل ده مع بعض، أنا بالحتة التكنيكال بتاعت البيزنس، وهي بالحتة اللي هي بتاعت الشغلانة نفسها أو الكولكتنج نفسه. يعني هي كان من حبها للمزيكا كانت بتحب تشتري الأسطوانات أكتر ما تحب تبيعها. يعني هي كان بتقيم أنا اللي داخل وتشوف هو يستاهل أصلا يتفرج على الأسطوانات ولا لأ، فكان بتخبي الحاجات المهمه قوي بالذات العربي تحت المكتب. لو البني ادم اللي دخل ده ما عجباش مش هتطلع اصلا الاسطوانات يبص عليها. يعني ده كان سبب خناقه كبيره بيني وبينها على طول. فكرة ان هو لسه البرستيج بالنسبة للمغنيين بره ان هو يعمل راكر ده لسه موجود وعليه ديماند غير عادي، لان احنا لما بننزله حاجة جديدة وبنحاول نحركها في حتة بنكتشف ان اولا هي بقت غالية قوي، وتانيا هي ما بقتش موجودة، هي بتطبع من هنا وتاني يوم خلاص بتخلص. دي اغنية اروح لمين، الاغنية دي انا بحبها جدا، ام كلثوم غنتها سنة 1958، ليها كذا اصدار، في اصدار صوت القاهرة مصر، في إصدار صوت القاهرة تونس، في إصدار صوت القاهرة باريس، أنا عندي 3 إصدارات. هو اقتناء الشيء الفيزيكال أمتع بكتير جدا من اقتناء حاجة في الهواء. فرسني بحب أسمع فيروز وبحب أسمع إي سي دي سي، لما يبقى عندي ألبوم ليهم أنا بحبه ماسكه في إيدي كده بشغله على ريكورد بلاير، هو ليه متعة تانية مش مفهومة عن إن أنا أشغله على موبايلي وأنا لابس السماعات، مع إن ده أسهل بكتير. أنا هنا بتعب كتير قوي عشان أجيب الجهاز وأشتري الأسطوانة وأشغلها وأقلبها وأعملها. الفاينل بتبقى أنالوج، الأنالوج بيبقى فيه الصوت أولاً بيبقى الكواليتي بتاعت الصوت بتاعته أعلى جداً من الحاجات الديجيتال، بيبقى فيها ورم يعني زي دفء كده في الصوت نفسه الأسطوانة، بتسمعي الحاجة زي ما المغني كان عاوز يطلعها بالظبط. إذا عم تلعبي أسطوانة، عم تلعبي ببارتي بريف، عندك سبيكرات، كل سبيكر قد براد بده يعطيكي هذا الصوت البيس الريزونانس، من الشيء الرقمي ما حيعطيكي. المعلومات موجودة هون، قد ما بتعلي ما حيكون عندك ديستورشن بالصوت، المعلومات موجودة. الحياة بروسس. لما أنا كنت روح عند الميوزك ستور في السعودية وافتح الكاسيت تيب الجديد، هذه الثواني الاولى كان شيء رهيب. تركب السياره تروح على الفاينل ستور تشتري ترجع تسمعه بروسس. الان انت في البيت نزلت الاغنيه سمعتها بام خلاص، ما في بروسس، في انتسيبيشن. اي جيف يو ذات، اللي هو اوكي متى حتنزل، اوكي نزلت، اوكي سمعت، اوكي باي باي، اكل همبرجر جريت. في ناس ما بيهتموا على فكره بهذا النقاش، ما بيهتموا، يبغوا يسمعوا الأغنية كاسيت ما كاسيت، فاينل ديجيتال، ما في اهتمام. وهنا مشكلتي، يعني أنا بحب الهيب هوب، في الهيب هوب في شيء اسمه سكراتشينج، اللي هو الفاينل and you scratch. دول في كثير ناس أقلاء في الشرق الأوسط يخلوا هذا الفن حي. Records were always being made. Records didn't stop being produced and then come back. DJs have always played records and we always will. For someone like me, like we've never stopped. You know, so I wouldn't really call it a comeback, but I'm glad that the rest of the world is catching on.
So vinyl is basically this, which is the... you had the gramophone, which I think everyone kind of knows visually. Thank you, Mr. Kirkby. We'll let you know. These days, it's nothing more than a valuable antique. But when this phonograph first hit the market in 1904, it and the phonographs that preceded it were part of a minor miracle. These things with their wax cylinder... The gramophone was the precursor of it, and then it transitioned into vinyls. But this, the technique is the same or similar. You have a needle that goes into these little grooves and translates what's there physically into sound waves. And I think that was like the most popular format for music from the early 60s until the late 80s. Kind of different in each territory. There's some places in the world where vinyl died earlier, and there's some places where it lived a bit longer. But it definitely did die in the 90s. First cassettes and then CDs took over. There was kind of particular genres like hip-hop where it was always still used by DJs, or in the Jamaican reggae culture where vinyl never went away. The label kind of started more or less through a coincidence. One of the artists on Jakarta Records called Blitz the Ambassador, a Ghanaian, got invited to play a festival in Morocco called Mawazine. And I came along, stayed a few days extra after this. On the last day, I just randomly walked the streets of Casablanca and eventually came across a shop that was repairing old broken electronics. And behind the stacks of electronics, you could see that there were stacks and stacks of records. And it turned out this company was a record shop and a distributor in the 70s up until the 80s probably. And I bought like a stack of records from them. And among them was one by a Moroccan artist called Fadoul. We got back to Berlin, really, really loved the music we heard. Very like a super energetic mix of like rock and roll and funk music. And I ended up finding a few more records by the same artist. And at this point, when you googled the artist's name, whether it was in Arabic or in Latin letters, you wouldn't really find out anything about him. The idea was born quite quickly that we would wanna try to re-release his music, but also to like write down the artist's story and like contextualize the music. I mean, ideally we would get all of the stickers packed, because okay. Otherwise they're just gonna sit there and then they're all gonna, so I don't know. Vinyl culture definitely has been doing much better in the last 10 years than it has been doing in the 10 years before that. If you visit these record shops in Cairo now, you have like 20-year-olds shooting TikTok videos. That's definitely not something you had 5 years ago. And I think it's really nice that there is a younger audience that is genuinely excited by the format, by the aesthetic, by the sound. And by everyone might have different reasons why they gravitate towards it. Poster of him hanging on my wall. I have a pillow. فكرت إنه زبوناتي إجمالاً حيكونوا ناس من جيلي يلي عايشوا هذا الشيء هن وصغار هيك. من الأساس تفاجأت إنه معظم زبوناتي تحت سن 30. طبعاً هذا الشيء منه رائج. مش لمين مكان بس لحبيب الموسيقى في قسم كبير منهم بحس استوعبوا او لاحظوا حسنات سمع الموسيقى على الاسطوانه على ساوند سيستم مرتب
من انه ستريمينج او سبوتيفاي او يعني في اصحابي بيضحكوا علي انه بسمع فاينل وعمري 17 يعني ما انه شيء وشي غريب كمان لحدا بعمري هيك بيعمل بهاي الايرا كانوا معمولين تنسمعوا على الفاينل مش على السبوتيفاي هالقصص so the way of listening to it الصوت غير الصوت احلى it gives you an experience كانك قاعده بكونسرت يعني انا مثلا بس اسمع رولينج ستونز بحس انه ميك جاجر قاعد حده عم يغني لي يعني Fourteen, fifteen till sixty, seventy, maybe. It's everyone. I mean, you know, all ages, and it's usually the younger ones that are even more interested and more curious because they've never seen it before. Whereas the parents are usually telling their kids, like, this is how we used to listen to music. Thanks, brother. Thank you very much. Yeah, hello, enjoy. You too. Do you know Masterpiece by The Temptations? No. Do you have that as well? Do you recommend listening to it? Oh, no, I recommend, if you can find it, yeah. Grover Washington Jr. طبعا انا لا في شح اسطوانات فيروز الاصليه لانه كل العالم بدها فيروز فاللي كنا نشتريه قبل بالجمله ب 10 و 15 دولار هلا التجار او اللي عنده اسطوانات فيروز ما عم بيطلب اقل من 50 دولار على الاسطوانه فالاسعار بتغلى If you compare it to 10 years ago I'm sure you can say the cost of manufacturing vinyl is easily doubled if not more and that also leads to vinyl being much more expensive in shops which is a very sad development like if you buy a new Kendrick Lamar record now in the shop it might be 50 euro And a part of it is explainable through the rising costs, but I think a part of it is also, especially major labels, milking the vinyl cow very heavily. We try to be more conservative in our pricing, so our records, even though they come with a booklet and everything, don't really shouldn't cost more than 30 euro in the average shop. Obviously, we don't control the pricing of a shop, but that's what our shop our price to shops should command. I'm not a fan of vinyls becoming so expensive, but from a label standpoint, at least partially, I can see why it's happening because the costs have been going through the roof. Some records that I got, you know, probably year one. An average LP would probably be like 110 dirhams, maybe something like that. Whereas now it's up to like maybe 160, 170. And that's for just like an average one. You know, it's not like a limited, you know, Japanese pressing or anything like that. احنا وصلنا من مرحلة ان الاسطوانات كانت بتتباع بارقام صغيرة جدا. وبتبقى موجودة على الرف لشهور وسنين ساعات لأن هي ما بتقعدش يومين على بعض الحاجات المشهورة والحاجات المحبوبة يعني هو ده طبعا من ناحية تانية أصعب علينا من حتة الشراء يعني احنا كنا بنوصل من احنا كنا بنشتري برضه بثمن رخيص جدا وبقينا بنشتري بثمن كبير قوي يمكن البرايس نفسها اتس انكريزنج هل هذا شيء كويس أو لا؟ ما أعرف يعني أنا صراحة أنا عندي وي هاف تو كيب ات اكسسبل أز ويل بس بزنس وايز صراحة I have no idea هل هذا الشيء اللي حيصير حيأثر إيجابيا أو سلبيا على الموضوع What made you want to do this? ليش? This is my brother's passion Okay, okay So Hakim, yeah, he's into this And we felt the need for it Because there is no such space in the whole of the region إذا تكلمت مع أصحاب الأماكن دو حيقول لك في struggle في struggle أنك تجيب ناس أصلاً تيجي على المحل وتشتري to invest الأماكن دول هي part of the community عشان كده الكوميونتي لازم يخلي دول الأماكن alive دائما لأنه صعب جدا to invest إنك تجيب الفاينل إنك تجيب الريكوردز دول to keep it in a safe space ما تنخرب make sure everything is okay هذه كلها investment الفنانين المصريين اللي بيهتموا بأن هم يعملوا فاينل مش كتير ومش مشهورين يعني أنا ما أعرفش حد مشهور لغاية دلوقتي بيعمل فاينل جديد ممكن اكون غلطان بس لغايه لو حد علمي حاليا ما فيش حد من المشاهير بيعمل فاينل جديد في ناس صغيره بانز لسه بتبتدي ف
فرقه كلاسيك روك ولا فرقه ميتال ولا فرقه عربي عادي جاز بيحاولوا يوصلوا لحاجه فنيه معينه ومهتمين بالفاينل وبيعملوا حاجتهم على فاينل، بس دول مش كتير في مصر يعني. بس الحركه بتاعت الموضوع بفكره ان هي بقت اسرع تمام، خلتنا عندنا استثمار مربح اكتر شويه، والاستثمار المربح اكتر ده بيساعدنا ان احنا ننمي فيه حاجات تانية كتير، سواء من دعايه او سواء تطوير او سواء توسيع. يعني انا فكره ان انا عايز مثلا دلوقتي اوصل لمرحله ان احنا نطبع اسطوانات، ده ما كانش هيحصل غير لما الموضوع يكبر بشكل معين او يتنمى بشكل معين. فكره ان انا مثلا بفكر برضو ان احنا نفتح محل تاني في حته تانية، ده برضو ما كانش هيحصل غير لما الموضوع يكبر، ان احنا نعرف ننمي حاجه معينه عند الناس يعني. يعني مثل ما بيقولوا so far so good. يلي بيواكب هيدا الشيء كون على صلة مباشرة مع زبوني زبوناتي، شوف شو بيحبوا، شوف هيدا. وفي كمان عامل عرفهم على موسيقى. أنا هلأ بصدد كمي مش بس يكون عندي اسطوانات عربي أوكي معروف أو الأجنبي الروك والجاز والأخبار، عم جرب اعمل يكون عندي مجموعه موسيقى من كل انحاء العالم، ليكون عندي ان الفوت سبون لعندي واقدر بتحب هيدا الشيء، طيب خليني اسمعك هيدا الشيء. ما بظن حاوصل لحيط مسدود، لانه نهار الناس بطل بدها تسمع موسيقى بظن بيكونوا مشاكلنا أكثر بكتير بأنه وين مستقبل شغلي أو أنا شو حالتي بالأعراب. كون صرنا بالمكان كتير بشع.